السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. سأقدم لكم حلو التمر بالجوز والسمسم. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 1 كوب راشي طحينة، خليته على نار متوسطة وراح أضيف له تمر. أما تستعملون عجينة التمر الخالية من النوى أو تستعملون تمر تخلوه من النوى مثل هذا، أنا شلت منه النوى واستعملته هذا. هنا على نار متوسطة بديت أقلبه إلى أن يصير التمر لين، وبعدين أضيف له جوز، والجوز حسب الرغبة. إذا واحد ما يحب يضيف له جوز ممكن، وهاي حسب الرغبة، وهو راح يصير طيب بدون جوز يعني عادي. كوب جوز قلبت التمر ويا الجوز وراح أشيله وأخلطه بخلاط، بأي خلاط عندكم، وممكن تعجنوه بإيديكم، بس مجرد شوية يدفع حتى لا يحرق إيديكم، وعجنوه بإيديكم ونكوره إحنا بعدين. هنا عندي هذا التمر خليته بهاي الكاسة، هو حار بديت أخلطه بهذا الخلاط، وإذا مثل ما قلت لكم ممكن تعجنوه بإيديكم أو بأي خلاط متوفر عندكم، بس إذا مثل هذا الخلاط يكون أفضل، لأنه بعض الخلاطات ممكن تحترق إذا ثرمون بيها فشي قوي، يعني حسب النوعية مالتها. هنا خلطتها مثل ما تشوفون، خلط قليل يعني بحيث الجوز يبين من تاكله. هاي الحلويات لذيذة جدا وما يحتاج لها أي سكريات أو دهنيات، لأن دائما إحنا بشهر رمضان نستعمل أكلات بها دهن وبها سكر، وهاي الأكلة صحية لكل أفراد العائلة. هنا أخذت جزء من هذا الخليط التمر والجوز والراشي وكورتها، وراح أخليها أما بهذا السمسم المحمص أو بجوز الهند حسب الرغبة. إذا ما تحبون جوز الهند لا تسووا به، أو إذا ما تحبون السمسم ممكن تستعملون بس جوز الهند، هاي حسب الرغبة. هنا مثل ما تشوفون راح أكور مجموعة وأغلفها بهذا جوز الهند، قسم أغلفها بالسمسم هالصورة وأقدمها، لذيذة جدا. أعزائي أريد أطلب منكم طلب، إذا أكو أحد ممكن يجاوب عني على الأسئلة المطروحة حاليا بشهر رمضان، لأن أنا مشغولة جدا وما ألحق، والأسئلة كثيرة جدا، فإذا أكو أحد من البنات ممكن يساعدني يجاوب على الأسئلة فأكون ممنونة وشاكرة إله. إذا ممكن تكتبوا لي بالتعليقات. هذا شكلها النهائي من بعد ما كملتها، لذيذة جدا، وممكن تعوض عن أكل التمر. اللي ناس ما يحبون التمر تفيدهم هاي الوصفة، جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وألف عافية.